اسلمي يا مصر إنني الفدا في يدي إن مدت الدنيا. أنا موظف في منطقة طنطا الأزهرية، مدير لإدارة الخطة والمناهج، ومناش من رعاية الطلاب إطلاقا ولا أخصائي اجتماعي، لكن أنا أعمل كمدرب للمبتهلين والمنشدين وقراء القرآن بالمقامات النغمية، ومدرب لآلة العود، ومدرب للمطربين. واخترت الولاد دول بعد تصفيات كتيرة، ولفيت على مراكز الغربية 8، أخدت منهم الولاد اللي معايا دول، الولاد والبنات، عملت منهم فريقين، فريق للبنات وفريق للبنين، وقاموا بأداء فقرات دينية ووطنية حسب التعليمات الرسمية للمسابقة اللي هي بتعقد في الأزهر، بلجنة منعقدة من متخصص في المقامات النغمية ومتخصص في مخارج الألفاظ من شؤون القرآن ومتخصص في اللغة العربية. والنهاردة الأزهر منسق لفقرات كاملة لوقت كافي جدا لعرض، أعتقد أنه هيبقى ثري جدا بالفقرات الجماعية والفردية من الديني والوطني. حبيبي يا رسول الله، حبيبي جل من سواك.